خد جدول ترتيب الدوري العام بعد نهاية مباراتي اليوم. لأول مرة بيصعد النادي الأهلي إلى كرسي القمة برصيد 61 نقطة من 27 مباراة، وبنفس الرصيد 61 نقطة أيضا الزمالك في المركز الثاني من 27 مباراة، لكن بالمواجهات المباشرة الأهلي الأول، وحتى بفارق الأهداف الأهلي الأول، يعني الأهلي فارق الأهداف 34 هدف، الزمالك فارق الأهداف 30 هدف. يبقى بكل الحسابات الأهلي يتربع على القمة ويأتي الزمالك في المركز الثاني. المصري اليوم كان محظوظا للغاية بتعادل بيراميدز، وبالتالي احتفظ بالمركز الثالث برصيد 23 نقطة من 28 مباراة. 43 نقطة من 28 مباراة. بيراميدز بعد تعادل اليوم في المركز الرابع 42 نقطة من 28 مباراة. اتحاد السكندري في المركز الخامس 41 نقطة من 28 مباراة. سموحة السادس 40 نقطة من 28 مباراة. هقف هنا، لو بصيت انت سموحة 40، الاتحاد فوق منه 41، بيراميدز فوق منه 42، المصري فوق منه 43. اذا من المركز الثالث للمركز السادس بنتكلم في ثلاث نقاط لسموحة، نقطتين للاتحاد، نقطة لبيراميدز، ده لو المصري لم يستطع أن يضيف نقاط في المباراة القادمة. إذا هناك خناقة كروية رائعة رائعة على المركز الثالث والرابع. إمبي بعيد شوية، مش بعيد قوي بس بعيد شوية، في المركز السابع 38 نقطة من 28 مباراة. طلائع الجيش 37 نقطة من 28 مباراة. المقاصة 37 نقطة من 28 مباراة. الجونة 36 نقطة من 28 مباراة. الإسماعيلي 33 نقطة من 28 مباراة. سيراميكا 33 نقطة من 27 مباراة. غزل المحل 32 نقطة من 27 مباراة. المقاولون 29 نقطة من 28 مباراة. البنك الأهلي 27 نقطة من 28 مباراة. أسوان 25 نقطة من 28 مباراة. وادي دجلة 23 نقطة من 28 مباراة. الإنتاج الحربي 19 نقطة من 28 مباراة. زي ما أنت والجدول قدامك، بدأ الجدول يبقى شكله حلو من ناحية عدد مرات اللعب، كله لعب 28 فيما عدا الأهلي الزمالك 27، سيراميكا 27، غزل المحلة 27 فقط لا غير. يبقى ودول مباراتهم يوم السبت ان شاء الله، بحيث يوم السبت باذن الله نشوف الجدول 28ات زي بقى الدول الكبرى كده. وحيي لجنة المسابقات في اتحاد الكورة على المجهود الرهيب اللي عملته عشان تسير المركب حتى اللحظة وتوصل للاسبوع ال 28 وال 29. يبقى كل الأندية لعبت نفس عدد المباريات، ده شيء رائع يحسب مرة تانية للجنة المسابقات باتحاد الكورة، لازم نديهم حقهم في ظل مشاركات افريقيا هنا وهناك، كاس العالم مش عارف ايه، بطولة ايه بتاع 100 حاجة شغالة. قدروا ان هم يقفوا على رجليهم ونوصل للاسبوع ال 28 ال 29 يكون كل الفرق لعبت نفس العدد من المباريات. تبقى المنافسة محتدمة على القمة فيما يتعلق بالأهلي والزمالك، طول ما ده بيكسب وده بيكسب سيبقى الأهلي على القمة والزمالك في المركز الثاني بالمواجهات المباشرة اللي مش هتتغير، اللي هي الاختيار الأخير. لو وصلنا لغاية آخر الدوري بنفس رصيد النقاط بين الاثنين، يبقى الاهلي اول بالمواجهات المباشره والزمالك تاني، وبالتالي كل مباريات الاهلي مباريات كؤوس وكل مباريات الزمالك مباريات كؤوس، واي فقدان نقطه واحده من هنا او من هنا سترجح مباشره الفريق الاخر اللي مش هيفقد نقاط. كمان الاسابيع القادمه زي ما سمعنا من شويه مع الكابتن عبد المنصف،
ربما تتبدل المراكز في الجزء الأخير من الجدول، ربما، لأنه الأمور قريبة جدا من بعضها، بتتكلم في نقطة واثنين وثلاثة، ماتش فوق ماتش تحت، مين اللي في النهاية سيستطيع أن يعبر الثلاثة الأخرانيين ويخش في مركز آمن؟ أتصور لن تحسم هذه الموقعة إلا ربما يعني في الأسبوع قبل الأخير هيتأكد واحد من الثلاثة، أتصور هذا، في الأسبوع قبل الأخير هيتأكد واحد من الثلاثة مليون المية، وربما في الأسبوع الأخير نعرف مين الاثنين اللي هنضموا لهذا الثالث.